الارقام دي بتعكس بس نص الحكايه، واللي باع احسن من اللي اشترى. ده في عالم كره القدم طبعا، دول اكتر مدربين على مستوى كره القدم باعوا لاعبين بقيمه ماليه كبيره جدا طبعا، في مقدمتهم دييجو سيميوني. لكن يهمنا كمان نعرف نص الحكايه التاني اللي هنشوفه ونتابعه على مدار الحلقه، في مين اكتر مدربين اشتروا لاعبين وكم انفقوا على صفقات شراء لاعبين جدد. هنا تبان الصوره بشكل كامل. لكن خلينا نبدا قبل ما نروح للقصه دي، نروح للنادي الاهلي واستعداداته لمباراه الترجي ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه. زي ما انتم حاكم مباراه بالتاكيد مش سهله على الاطلاق، صحيح فرصنا فيها افضل، النتيجه اللي حققناها تخلينا نلعب المباراه باريحيه كبيره جدا بدون ضغوط. تسجيل الاهلي الهدف او هدفين في المباراه دي ينهي تماما على امال الترجي ويحط الفريق في مباراه النهائي اللي كل الناس بتتكلم عليها من النهارده. النهارده كل او اغلب الجماهير النهارده مش شغله بالها قوي ماتش الترجي، حاسه ان خلاص الاهلي تقريبا شبه وصل. لكن يمكن انا مش مقتنع بده قوي، بحب استنى 90 دقيقه لغايه لما الحكم يصفر ويبقى خلاص احنا في النهائي بشكل رسمي. لكن الناس النهارده شغله نفسها بالاهلي، هيلعب مع الوداد، الاهلي يلعب مع سان داونز، الاهلي يلعب الظهر، الاهلي يلعب بالليل. لكن ما علينا، خلينا نروح لفرقتنا في ملعب تيتش في الجزيره. زميلنا محمد توفيق موجود هناك يطمنا على اخبار التمرينه بتاعه النهارده، وسمعت كمان هنتاكد من محمد ان احتمال بعد التمرين هيكون في زي يعني مباراه وديه كده او تراي ماتش بين اللاعبين اللي ما اشتركوش في مباراه الترجي و يعني ميكس او منتخب من شباب النادي الاهلي. خلينا نروح لمحمد نعرف تفاصيل اكتر. يا محمد مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. 72 ساعه قبل المباراه المهمه الحاسمه اللي تاهل النادي الاهلي لاهم القابه الموسم ده باذن الله، هو لقب بطوله دوري الابطال. طمني على عوده الفريق للتدريبات مره تانية، على جاهزيه اللاعبين وشغل مستر كولر في تمرينه النهارده. انا خليني اطمنك في البدايه ان الجهاز الفني متبني نفس وجهه نظرك يا احمد، ان لا مش راكنين خالص لنتيجه مباراه الذهاب. طبعا نتيجه كبيره والفوز خارج ارضك 3-0 في مباراه ذهاب وعوده، في نتيجه كبيره جدا ومطمنه. ولكن كابتن سعد الحفيظ امبارح يعني عقب على طول استئناف التدريبات بعد راحه 48 ساعه خدها اللاعبين عقب العوده من تونس، اتكلم في الجزئيه دي يا احمد، قال اللاعبين خلاص مباراه الذهاب انتهت بحلوها بمرها، النتيجه كويسه وكل حاجه، بس احنا هنفصل تماما، احنا عندنا مباراه تانية لازم نكسبها هنا على ارضنا ولازم نحقق فيها نتيجه ايجابيه. كان على طول الفريق دخل في التدريبات والاستعداد لهذه المباراه، مفيش اي زي ما بنقول يعني تواكل على مباراه الذهاب اطلاقا، على طول استعدادات كبيره جدا. امبارح تدريب قوي جدا، محاضره فنيه، محاضره فيديو لدراسه المباراه ودراسه كمان المباراه اللي فاتت الترجي، من بعدها تدريب قوي جدا يمكن استغرق اكتر من ساعه ونص هنا على ملعب مختار تلشي بالجزيره. النهارده على طول الفريق كمان مكمل يا احمد، يمكن التمرين ابتدى منذ الخامسه مساء زي ما انت شفت في اللقطات اللي اكيد بتتعرض عندك على الشاشه. المجموعه فقط اللي بتتدرب دلوقتي هي المجموعه اللي لعبت مباراه الترجي بشكل اساسي، باقي اللاعبين اللي يمكن شاركوا كبدلاء او كمان ما بيشاركوش في الفتره الاخيره في المباريات زي ما انت قلت مطعمين بعدد من يعني ابرز العناصر في قطاع الشباب والناشئين بالنادي الاهلي. هيعملوا احمد مباراه وديه بحكام بكل حاجه كامله جدا، هيبقى زي ما بنتكلم تراي ماتش او كانه ماتش عادي جدا، في منافسه شديده جدا، واعتقد انه هيبقى في منافسه كبيره لان الجميع عايز يعني زي ما بيقول يوري الجهاز الفني انه على قدر المسؤوليه يستحق التواجد في القائمه الرئيسيه، سواء من لاعبين الفريق الاول او كمان عدد كبير جدا من الناشئين هيتاح له الفرصه النهارده انه يكون موجود. الفريق زي ما قلت لك مستعد يعني بشكل كبير جدا للمباراه، زي ما انت قلت 72 ساعه على مباراه مهمه، اكيد كمان الجهاز الفني حابب يعني يوجه رساله من خلال هذه المباراه انه ند قوي جدا، ان هو الطرف الاقوى في المباراه النهائيه زي ما الجمهور بيتكلم. انت النادي الاهلي طول عمره ما بيخشاش حد يا احمد، اكيد الفرق الثانيه او الفرق المنافسه هي اللي عامله حساب للنادي الاهلي. مباراه الجهاز الفني اتكلم على اللاعبين مركز فيها بشكل تام، ان شاء الله نحقق فيها الفوز، كمان تصعد للمباراه النهائيه وانت كسبان ذهاب وعوده، اعتقد بيبقى يعني جزء نفسي مهم جدا. الحمد لله على طمنك على جميع العناصر، كمان الحمد لله قائمه الفريق خاليه من الاصابات، يعني طبعا عدد الاصابات الطويله، يمكن اكرم كمان موجود في النادي النهارده بيأدي برنامجه الاستشفاء والعلاجي، باستثناء كده كل اللاعبين الحمد لله حالتهم الفنيه والبدنيه اكثر من رائعه. وزي يعني حالا دلوقتي وانا معاك على الهواء يمكن في تقسيمه كده او بعض الجمل الفنيه بيجريها الجهاز الفني مع مجموعه اللاعبين الاساسيين، بعد الانتهاء من المران باذن الله زي ما قلت لك هيبقى بقى ان شاء الله التراي ماتش اللي موجود. طبعا كل اللاعبين اللي ما بيشاركوش الجهاز الفني حابب يشوفهم، حابب يديهم حمل بدني وتجربه مباريات وحاسيه مباريات، طبعا خاصه ان احنا الاول بعد ما كان الفريق مضغوط يا احمد بيلعب تقريبا كل 72 ساعه وكل 48 ساعه، انت بتتكلم انك بقالك تقريبا اربع اسابيع بتلعب مباراه واحده في الاسبوع، فطبعا اللاعبين الاساسيين بياخدوا حمل اكبر، فالجهاز الفني طبعا فضل ان كل اللاعبين يكونوا مساويين في الحمل البدني، حمل المباريات، حساسيه المباريات ان شاء الله، عشان داخلين في غمار كبير جدا سواء مباراه يعني العوده امام الترجي ومن بعدها كمان المنافسات المحليه ومن ثم المباراه النهائيه باذن الله رب
العالمين باذن الله كل يوم يبقى فيه بطوله زي ما احنا شايفين على عدد الصالات ونتائج احسن من رائعه ان شاء الله. تتوج زي ما انت قلت ببطوله دوري ابطال افريقيا ومن بعدها ان شاء الله بطوله الدوري العام كمان يا احمد ان شاء الله. لكن اكد بس ان كل اللعيبه جاهزه وكل اللعيبه خدت مران النهارده يا محمد. الحمد لله الحمد لله يعني ربنا يديمها علينا نعمه ويبعد الاصابات عن كل لاعبينا مجموعه اللاعبين الاساسيه او كمان اللاعبين اللي ما شاركوش الفتره الاخيره. القائمه الحمد لله خاليه من الاصابات زي ما قلت لك عاده بس اللاعبين اللي اصاباتهم طويله والحمد لله ربنا يديمها علينا نعمه. احنا داخلين على منافسات مهمه جدا سواء محليه او قاريه ان شاء الله كل اللاعبين يكونوا على قدر المستطاع باذن الله جاهزين لهذه المباريات وان شاء الله يحققوا طموح جماهير كل النادي كل جماهير النادي الاهلي. يعني الحمد لله الرابع نهائي على التوالي قريبين منه جدا وان شاء الله كمان زي ما حصل في 2005 2006 خسرنا 7 ورجعنا خدنا 8 ده كمان يتكرر ان شاء الله في 2023 وناخد النهائي الرابع باذن الله يا احمد ان شاء الله. اعتقد البطوله غاليه جدا وال11 غاليه على كل جماهير النادي الاهلي وربنا يكرمنا بها السنه دي باذن الله ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلي عزيز محمد توفيق.